السلام عليكم. انا جيت اليوم انا نهضر في واحد الموضوع اللي دابا في المغرب كل شيء تيهضر عليه هو على اسامه راه ذكر الخال ديالي. البارح راه سمعت واحد الفيديو بان الخال ديالي الاخ ديالو راه تكلم عليه هذاك اللي قال كل راه هي حقيقه، ما قال حتى شي حاجه اللي خارجه ولا شي كذوب. كل شيء قالوه هو ذاك راه صميم الموضوع. حنا دابا نهضروا على اسامه راه عيطت له فاش خرجت يدير دوك الفيديوهات النوبه الاولى. هضرت معاه قلت له مالك لحقاش سي با نورمال باش يدير اسامه دوك لي فيديو، شي حاجه خارجه على السيطره. داكشي باش عيطت له قلت له مالك شنو واقع لك كذا، هضر معايا ترونكي. قال لي صافي ما بقاش نجبد، ما بقاش نخسر الهضره، ما نهضرش لي فيديو على سليمه لا والو. حنا ما عارفينش شنو بيناتهم، الله هو اللي عالم. ودوك الناس اللي كانوا معاهم ومقبل حتى شي واحد ما عارف شنو بيناتهم. مي اسامه دوك لي فيديو اللي بدا تيخرج وتيدير كيما تنقولوا ديال الدراري الصغار، هو راه ديجا راه دري صغير. لا جينا خصنا نعذروه، مي شي حوايج ما خصوش يتعذر فيهم هي السبان، السب والقذف في المغاربه كاملين، حقاش حنا مغاربه. واولا هو تيصحابو راه تيشوه المراه ديالو، تيشوه حتى راسو، حقاش كي حنا المغاربه عندنا واحد ديفو، واحد العقل اللي بيزار باقي متخلفين. كي الراجل كي المراه، الراجل لا تيفسد راه بحال المراه تتنوض تتفسد، وما قارطينا بديك العقليه. الراجل يدير اللي بغى والمراه لا نعاتبوها. مجتمع ذكوري، المجتمع ذكوري كما قال الاخ ديالي. مي كما تنقول انا اسامه راه شي حاجه ماشي هي هذيك، وانا 100% كاينين اللي مبيعينو العجل، وهادو اللي مبيعينو العجل راهي قرابين منا. داكشي هو على الزعم وخارج يقول ديك الهضره وكذا. وهضرت مع اسامه ماشي مره ماشي جوج، هضرنا هو اللي تيهضر معايا بالعقل في حقيقه، تيحترم وتيحترم العائله. الا الفيديوهات اللي دار ما احترم لا عائله لا والو، ما احترمش راسو. هو اسامه راه حنا من الصغر كبر على يدينا، هو وقعوا له بزاف د المشاكل، عاش فيهم بوحدو تنعذروه، ما بقاش اللي يعاونوه فوقعوا له داك المشاكل. كلشي بعيد عليه، خوت ديالو كاملين بعادين عليه، الوالده ديالو الله يرحمها، جدي الله يرحمه حتى هو. كان تيجي عندنا كنا تنهبطو في الصيف، تيجي عندنا تيجلس معانا تيدوز معانا داك الصيف تيمشي، اكثر ما تيبقاش الكونتاكت بزاف. حنا ولينا تنشوفو مين كان ولا تيدير لي فيديو. سي بون قلنا سي بون الحمد لله، دابا هو تزوج، فاش وقع له فاش تزوج مع المراه ديالو جالس في الدار ترونكيل. حتى هاد الايامات اخويا تلاقيتو في المغرب قبل ما نطلع في داك العرس، يلا انا دوزت النهار الاول ديال حكيم، حتى دوك راه جيراننا داك حكيم وكذا تنعرفوهم من الصغر. حكيم تا هو تربى معانا وكذا، راه بحال الاخ ديالنا، تا هو راه تقريبا نقول من العائله. كنا حضرنا له، انا ما حضرتش في العرس ديالو، حضرت غير في الخطوبه، كان غدين عندي الطياره ديالي مشيت. مور داكشي اخويا حنشوفو اسامه تيدير هاد المشاكل هادو، وهاد المشاكل هادو كاين شي حاجه موراها شنو هي الله اعلم، هو اللي عارفها. وانا والصونبور كيما قلت لكم الناس اللي قرابين منه هما اللي نوضوا هاد الصداع هادشي كامل باش وصلت لهاد القضيه هكا. وكما تنقولوا عاد بحال وراو شي حوايج هو عاد نورمال، عاد خرج الدنيا بحال عاد بانت له الدنيا، واخا بنادم عاد تتبان له الدنيا ما تيديرش هاد الشيء. ونقولها لكم هكا هو باقي صغير، عشان شحال عنده 18 عام ولا 19؟ هذا اكثر اكثر 2000 وبعد زادوا، ما عقلش انا حتى على عرفت على فين كان صغير. كان صغير مازال صغير، مي كما تنقولوا مي هذا الشيء اللي دايره ماشي نورمال. وهضرنا معاه وكما قلت لكم الخال ديالي حتى هو راه تكلم في هذا الموضوع، وبغيتكم كما خاطر راكم ما نضروا من هنايا، سمحوا لنا راني تنصوب وميم طو تنهضر، راكم عارفين خصو بنادم. وتنطلبوا من الله يرجعوا للصواب كما تنقولوا. والسلام عليكم، وتهلاو في راسكم.
ايوا كما قلت لكم داكشي ماشي نورمال، ولكن راه كاينين شي وحدين هنا في فرنسا، هنا في فرنسا هما اللي بيعوه العجل. دابا انا نقول لكم شنو كاين، بيعوه العجل وفاش وقع لهم بروبليم مع سليمه وقالوا له نضو بيعوا العجل، قالوا له حنايا الولد غادي يجي حنا نديرو حنا نفعلو وكذا وكذا، وجلسوا تيبيعوه في العجل. انا ما قال لي اسامه والو، ولكن إيه انا عارف شنو كاين كما تنقول لكم. ولكن انت فاش سمحني نقاطعك، فاش تلاقيتي بهاد الخطره هذه؟ ما كملش دابا، ما كملش الشهر. لا ما كملش الشهر دابا، راه 3 سنين باش وصلت لهنايا. هاد السيمانات العرس كما راه كل المغاربه كلهم عارفين فوقاش كانت، فوقاش كانت الحاله ديال هذيك الساعات. كان مزيان، جاب ديك الليله، جاب الليل، انا ما جلستش معاه، جاب الليل ديك الليله، جاب الليل حيت كان واقيلا في 16 ولا ما عرفت فين كان، ما عرفت فين كان، جا ديريكت تما، كان عيان وكذا وكان جا تيصور، جاب الليل وراه بنت معاه في الفيديو ديك الساعه، راه كان كنت انا والعائله ديالي كلشي تما، راه كان حتى هو وكذا ضاحك هو والمراه ديالو نورمال عادي. انا كما قلت لكم داك من ديك الوقيته، من داك العرس بداو المشاكل. شكون الله اعلم، ولكن فاش بداو المشاكل وعرفوها العائله هنايا في فرنسا وكذا، اتصلوا به شي وحدين من لهنا، وكما تنقولوا هما اللي شعلوا العافيه، داروا الخسائر ديال كونديسارايس، جاو شعلوا له العافيه وخلاوه هزاع. لا زعما يكون دابا، وكما قلت لك شوف كما تنقولوا علاش يكونوا دايرين هكا، تا هما ناقصين العقل اكثر منه، ورا باقي صغير كما تنقولوا، مي هادو راه كبارين، كبارين اللي ناضوا تيقولوا له حنا والولد وكذا، هو السيد بقى غادي بديك وحنا تنعرفو وحنا ما تنعرفوش، اش تعرفو ولا كذا، تصحابكم ديك الدوله ما فيهاش القانون. انا هضرت معاه قلت له لا بغيتي ترجع ولدك ترجعو بالقانون، وديجا قلت له واش انت قاد باش تربي الدري بوحدك. ولكن اسمح لي نقول واحد الحاجه، هذاك الشيء اللي بين في الفيديو ديالو ما عندها شي حاجه، قلت له ولد واش غادي يربي؟ قلت له انا عيطت له فاش دار ذاك الفيديو، فاش رمى ذاك الفيديو انا فاش السعر طلع لي الدم كاع، هو فاش نط حليت عيني كما كايها المغاربه، لقيته رامي ذاك الفيديو ديال ديك العايره حاشاكم، راميها عريانه وكذا، راه حيدوه في اليوتيوب دغيا دغيا تو تسويت حيدو. انا ديجا عيطت له ديك الساعه صافي، ما بقيتش تنقفل في والو ديال الدار البيضاء كازا، ما نعرف كازا انا صافي شفت، انا تصدمت واش دخلنا عليك بالله، واش عن بنادم عنده العقل يرمي داك الفيديو؟ ميم راه عنده خوته كبار، عنده خواتاتو، رامي داك الفيديو ما صافي. عرفت اسامه بانه وصل لواحد الحاجه، انا قلت صافي راه يمكن حزق له الريزون وفريخت هكاك، ما كتحترم لا عائلتك باش يرمي بنادم المشاهدين ديالو فيديو هكاك، كما تنقولوا راه العائله ديالو هي دوك المشاهدين ديالو كلشي، راه العائله هذيك العائله ديالو، العائله الصغيره والعائله الكبيره هما هذوك الناس اللي مدعمينه. وقلت له لا وتخرج اعتذر وقول لهم انا راه انت ماشي هو هذاك وكذا، سي بون هضر معايا. قال لي وي سي عندك الحق وكذا، وما نعاودش نهضر، وميم سليمه ما نجبدهاش، انا راه ما عرفت شنو وقع لي هكا، هضر معايا. قال لي انا وياه هضرنا في التليفون، هضرنا في ميسانجر ديريكت، ما كانش انا خاطر انا ما جاوبنيش اللوبه الاولى، وخليت له اوديو، خليت له واحد الاوديو، ابري عيط ليه، هو عيط ليه، هضرنا هكا، كان تيهضر زعما كاين، انا قلت سي بون راه رجع، قال لي لا وسمح لي وكذا، راه كان تيهضر زعما كاين كما تنعرفوه، هو راه تيحترم كما تنقولوا، تيحترم الناس اللي تيعرفوهم وكذا، تيحترمهم. هي شنو وقع الله اعلم، وكما تتشوفوا حتى نتوما راه ماشي نورمال يدير داكشي، واخا تيعاود وكذا تيعاود تيقول شي حوايج اللي ماشي هما هذوك، اللي ماشي كما تنقولوا حتى شي واحد ما يديرو، هو راه عارف المصدر ديال العيش ديالو هو داك اليوتيوب، باش يجي بنادم يهدم هاد الهدمه كامله راه منطقيا الا خممنا ماشي طبيعي بنادم باش يدير داكشي، ماشي طبيعي. وكما تنقولوا هادشي كله موراه ناس، وميم انا شفت لي فيديو وعيطت له وقلتها له، وقلت له دوك الناس اللي غادي معاهم شي وحدين، كانوا شي وحدين بانوا لي كما تنقولوا سماهم على وجوههم، الاولاني فاش بدات معاه السطح هو تيعمر فيه وتيرمي لي فيديو كذا، هذاك السيد اللي كان معاه الله اعلم سميتو، قلت له خوي البلاد وما تقرش مع ذاك النوع ديال البشر، حيت ديجا كون كان بنادم باقي لك الخير ما يخليكش ترمي دوك لي فيديو، واخا تبغي ترميهم يحيد لك التليفون،
كما نقولوا حنا عبد الحكيم حيدوا التليفونات راه خلاه كل الحنس اللي مقطع له راسو كما تنقولوا حنا المغاربه حيت كيلفاك واحد باغي لك الخير وواحد باغي لك راه كوميم يفكر شويه راه يلقى بان كان باغي له الخير كاينين دابا اللي دايرين بهم مؤخرا هذاك اللي كان اللي عطاه التليفون وبدا تيصور وتيرمي هذاك باغي غير يطيحو كما تنقولوا اما كبر كان يقولوا على الموجه كما تنقولوا بزاف اللي ركبوا على الموجه وناضوا يديروا لي فيديو كلها اللي يسهل عليه كما تنقولوا حتى شي واحد ما تيعطيها من جيبه اللي يسهل على الجامع كما تنقولوا حتى شي واحد ما تيجبد شي حاجه تيعطيها من جيبه ميم هو يركبوا له على الموجه ولا يركب على اي واحد حتى شي واحد ما تيعطي شي واحد ولا تيعطي شي واحد شي حاجه يمشي يقبطها من عنده ميم هو راه تيقبض داك الشيء رزقو مكتبو له الله كي واحد الطريقه ديالو ديال كي تيقبض الرزق ديالو هو تيقبضو بديك الطريقه وكذا وكما تنقولوا دوك الناس حنا نرجعوا للصميم الموضوع دوك الناس نجحوا سواء اللي هنايا في فرنسا وسواء هذوك اللي كانوا معاه في المغرب نجحوا في داك الشيء اللي بغاو وكما تنقول انا اسامه وتنوجه الرساله اكثر هي اسامه حنا المغاربه تنعتذروا لهم نيابه عنه لحقاش هو راه من العائله وكذا خالك راه خالي وي راه خالي صغير منك واخا صغير مني وكذا راه خالي لحقاش جدي تزوج لا انا عجبني التدخل الباهي ديال خالك اللي في الدار البيضاء اللي في كازا لا داك الشيء اللي زعمني نهضر هو يعني انت سليمة واحدة منكم راه من عائلتكم دابا راكم شاركي مع الدم الولد ديالها راه من عائلتكم حشومة 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 العائلة ديالها بهذاك الشيء كما تنقولوا واخا تكون مرتو كاع نقولوا داك الشيء بصح ما يديرش هكاك هذيك راه مرتو ما ينولدوا وي كيما تنقول الحشومه دير داك الشيء واخا تكون ما عرف شنو واصله معاك كيما تلاقيتو خوت تفارقوا خوت ما ساق لكم بنادم الخبار خمسكم خليوه بيناتكم كي واحد راه عنده الخمس راه المخير عنده الخمس كيما كان نوعو ولكن داك الشيء مستور ربي تيستر عاد حنايا اللي نداو نوضو نديرو شو دار درتي شويه راسك انا ما درت لداك الشيء وعايرت المراه ديالي وكذا وكذا كما تنقولوا انا تنقول ما بقى فيها رجع كما حنا تيقول لك الدين ديالنا لو وصلتي هي السبان مع المراه ديالك ما بقاش معاها العيشه العراك نخرجوا ونفتقوا ونوري وتدير وتتفعل على داك الشيء ما كنتيش عارفه قبل فاش تزوجتي معاها راك تعرف داك الشيء ولا عاد دابا عاد ولا خايب ديك الساعه كان زوين وانا كما قلت له بان سليمه خرجات ما خرجات قالت حتى شي هضره كدا خرجات حتى الاخر حتى مشاو الناس تينبشوا مشاو تينبشوا جبدوها تهضر وهضرات ما خرجاتش تهضر ما خرجاتش العيب ما خرجاتش العيب هضرات باحترام وكما تنقولوا معقله وحنا نقولوا كاع داكشي دارتو بصح وكذا دارتو على مسبتو ما كاش تبغيه ما ديرش هكاك حنا ما نقولوش ما ديرش هكاك كنت تبغيه ولا ما تتبغيش حنا ماشي سوقنا وكما هي قالت هو راه ماشي مقطوع من الشجره ايوا هادشي كما تنقول لكم كاينين موراه ايادي خفيه انا هضرت معاه في الخفاء ما كاينش لي سيت الاخبار وهضر معايا وهضرت معاه تيقول عاوتاني ملي تنكون قالت في الخدمه ديالي ولا كذا تنشوف فيديو حطو كذا وكذا قلت صافي هذا السيد ماشي نورمال ماشي هو هذاك داكشي اللي بغيت نقول لكم سيد خارج التغطيه دوك الحوايج ميم حنا ما كناش عارفين واش يديرهم تيكمي وتيسكر وكذا والله تنحلف بالله وكذا وعمرني عارفوا بانه تيسكر وكذا كيما تنقولوا شحال هذه قطيعه مثلا ما تنشوفوه ما كذا كنا تنشوفوا راه كورونا راه عامين هذه غمض عينيك كذا راه عامين راه عامين هذه ما شفناش انا شفته مؤخرا قلت لك شفته ميم با ساعه تكون هكاك مي جلسنا انا وياه هضرنا واحد 5 مينيت هكاك اللي هضرنا بابليس صافي اللي عاون اللي عاون قال كيجي بات معانا ساعة صدق الصار في العرس في ديك الخطوبة حتى الصباح ما شفتوش انا الصباح راه قلعت بكري قلعنا بكري الله يعاون الله يعاون مشينا ديك الساعة حتى شفت انا حتى وليت تنشوف اسامة تيخرج وحنا كنا من المتابعين ديالو تنشوفو فيديوهات ديالو انا ما كنتش فرحت له زعما قلت فينا تزوج داو بيدو الحمد لله بنادم كيما تنقولوا ما عنده على من يوقف فقدان ديال الوالدين ربي يعوضو بولدو بمراه مراه قلنا سيبو غادي داك الفراغ غادي يعمرو كيما كنا حنا ناويين كيما تنقولوا كان داك الشيء اللي كنا ناويين مي ما كمل صافي تسد القوشك وتكون و المشكله خصو اللي خصو يعرف اش نتي دير ما تحت حتى الوالدين ديالو الله يرحمهم با مدريس
مو خديجة وكذا الله يرحمهم، فغاتي الناس يخلي الناس يسبوهم له، غاتي يخلي الناس يسبوهم له. ايوا كما تنقولوا راه الناس هما تيعرفوا، حكم الناس من حقهم، لحقاش انت تقول اسبو من حقهم، لحقاش هادشي اللي تقدر قل التربيه، ولكن تنشوفوا واحد الناحيه خصو يتعذر. تنشوف الباقي صغير مسكين يعلم الله شنو بيه كما قلتي، خرجوا عليه اللي تيسبوه راه هما اللي تيزيدوا يخليه ويدير فيديوهات باش يركبوا عليه، باش يركبوا على الموجه. هو تيزيد لحقاش كما تنقولوا راه حياني وراسو قاصح، انت تسبوه غادي يخرج يسبك. وحنا المغاربه عزاز علينا هي الفضائح، فيما كانت شي فضيحه نجدو نبشوها. هو السيده ساكنه ما عرفينا قرينا كحنا وصلوا لها، زعما كاين خير الخير هذا كاع فينا، هذا الخير كامل. السيده ما عرفين طف صبحو عندها وكل شيء كيتيرون وكيتيخيط وكيكذا تتصلحوا، فين بقى شي صلح؟ انا نحشم، انا اللي من العائله ديالو نحشم نمشي ندخل عند با ونقول له كذا، نقول له اسمح بينا وجهه ثلاثه، الى وجهه اللي غادي نشوف فيها با ولا هي مرتو الى وجهه اللي غادي نشوف فيها، تقول لي انا عاد نمشي والاخرين كذا طالعين ويصوروا ويكادوا. لا ما غاديش نتهمهم، زعما نقول لك كل مجاهد كل النيه ديالو، هذاك ربي اللي تيحاسب، ما غاديش ربي اللي تيحاسب، ما تعرف يكون نيتهم صافيه الله اعلم. ما تهمناش داكشي، تهمنا حنا هو اسامه، خص بنادم يعذر قال لي دي لاخ ناس تهزوها ماليا. شوف النية صافية، مغربي النية صافية، غير بخصهم مغربي ولدهم راه خوهم، يحسبوا بحال ولدهم كما قلت لك، بحال ولدهم بحال خوهم، يدي لاخ ناس تهزوها ماليا. والله يهدي ما خلق. ايوا هادشي اللي غادي نقولو. حنا كنا مشينا قضينا واحد الغارات انا والصديق ديالي، تصورت يعرفوا مزيان وكنا تنهضروا في هذا الموضوع، كنا غاديين حتى نهضروا في هذا الموضوع وكذا. قال لي راه خالك خرجتي هضر في هذا الموضوع وكذا، انت شوف لا اسامه يدير عقلو تيسمع لك وكذا. ايوا داكشي علاش حنا خلينا قلنا هضرنا شويه هكا وحنا قابطين الطريق وهاضرين وصافي، ونطلبوا من الله يكون الخير وصافي، اسامه يسمع هذا الفيديو سليمه وكما تنقولوا هذا الشيء ما بقاش فيه ما يتخبى شو هاد دارت. وماشي اسامه خارج داك الشيء تيدي دابا، هو عاد ولا تيهضر على البوز وكذا والطوندونس واللفت وكذا، ولكن داك الشيء راه غادي يتسالى، ماشي ما دايمش، راه هو شايفور تيعرف داك الشيء، راه المخير داز من قبل من هاد الشيء، وتيتسابوا وتيعايروا وتيطلعوا الخبزه على المغاربه وكذا، وفي الاخر يجيو يتصالحوا. هادو راه ما فيهاش مصالحين، هادي من وصلت لهاد الدرجه وكذا ماشي ما فيهاش. ومهما هادوك اللي تيدابزوا بيناتهم بعاد ما بينش المراو ديالو، هادي ملي تسمع بانهم عندهم مشاكل عاديه تتوقع ما بين الازواج كايها الناس، كيما حنا كيما اي واحد، راه ما يقول لي شي واحد اللي عايش ولادك اللي تيتفرجوا اكثريه وانا تنصح اكثريه ديال المغاربه وجميع المسلمين، دوك اللي تيشوفوا في الميديا ودوك اللي كلشي كذوب، كلشي مفبرك وتيشوفوا تيعاودوا، كاع الميديا الاعلام كذا كلشي كذوب، كلشي كذوب، كلشي قدام كذا زعما كاين راه على ديك الدريه اللي غادي تجي في الاخر ديال الشهر وصافي، تيقول لك الله يعطيك الروف ستريك ويخرج ويبين لك هادشي اللي كاين الخوت. اي حنا بغيناه ويكنا تنشوفو كدا، مي ابري كيما تنقولو كيما قال الخال ديالي يخرج يدير شي مواضيع مزيانه يهضر، حتى مي كيما تنقولو واخا يدير مواضيع، حنا المغاربه تيعجبنا داك الشيء، لا حنا ما كنتشوها ونشوفو التيتر تيخلع وكدا ندخل صوتي باش نتفرج، انا باغي غير الاعراض ديال الناس نشوف فيهم ونخربق فيهم. ربي سمح لنا كنتلاحيو على اعراض الناس وتقولوا هذاك ما كانش ديها فيه حتى شي واحد توصل لهاد الدرجه هادي، وكنا حنا تنحترموا راسنا وكذا. شوف الناس ما همهم لا سليمة لا هو، لا هم يركبوا على الموجه لا والو، اي باغي مصلحته كل غادي سيد ما عنده ما يدار، جالس في القهوه ولا قاعد في دارو ما عنده ما يدار ولا ما عنده هاد المد ما يدار، اشنو دي زورو ديال الكونيكسي وكان سمرون الدنيا
10 دراهم ديال الكونيكسيون مرون الدنيا ويصيفط ميساج يسب والاخر عاوتاني كدا والاخر انا ندخل بخيط ابيض بخيط اسود يا ودي عم خيو طاكسي راه في المغرب الله يعفو علينا وعليكم اخوت يا السلام عليكم وتصبروا لنا في راسكم حنا قربنا نوصلوا دعوا معنا وصلوا ديورنا على خير وبخير يا السلام